أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. أسدل الستار على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ. بنبارك طبعا لقائمة التحالف وأيضا لمن حالفهم الحظ، ألف مبروك. وأيام قليلة وسيصدر الستار نهائيا وتبان تشكيلة أو المعالم النهائية لمجلس الشيوخ. نتمنى إن شاء الله أن يكون مجلس معاون لمصر وأن يقدم للمواطن المصري ما يتمناه بصفته البوابة التشريعية رقم 2. إن شاء الله يكون عند حسن ظن المواطن. وهارد لك لمن لم يحالفهم الحظ. برحب بزميلتي، أهلا بك الزميلة شريهان. أهلا وسهلا بكل متابعينا وكل مشاهدين برنامج همسة مواطن وكل مشاهدين قناة الصحة. وكمان النهاردة موضوع شيق جدا، كلنا نفسنا نعرف معلومات عنه، كلنا عايزين نعرف ايه القانون والقانون بيقول ايه، واكتر حد هيتكلم مع القانون هو رجال القانون. والنهارده معانا سياده المستشار وائل نجم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايضا برحب معاليك مع المستشار. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن قانون التصالح، وده طبعا اللي شاغل الشارع المصري، واننا برنامج همسة مواطن اذا بننقل نبض الشارع المصري. قانون التصالح بما له وبما عليه، وهل مع الهدم أم مع التصالح وعدم إرهاق المواطن المصري؟ ونرجو من سيادتكم إفادتنا عن القانون. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قانون التصالح ده قانون تم إقراره في مجلس النواب على أساس إن احنا بنقول ان الناس اللي هي مخالفه او الناس اللي هي بانيه على ارض دوله، املاك دوله، او الناس اللي هي خارجه عن خط التنظيم، او الناس اللي هي بتبني مثلا العماره ما تستحملش مثلا غير 4 ادوار وتلاقيه عامل 7 و8 و9 و12 دور، فطبعا كان لازم يبقى في وقفه، ولكن الوقفه قد تكون فهمت بطريقه خاطئه او تم التنفيذ بآليه خاطئه، وبناء عليه تم يعني صدور قرار ان وقف بقى كفايه الازالات اللي بتحصل دي، لان الازالات دي كانت بتاخد شكل جامد جدا. احنا النهارده ما ينفعش يبقى في قرار خطأ وفي وقت خطأ. احنا عندنا وقت لازم نشتغل عليه ووقت لازم نتكلم فيه. فاحنا النهارده لما بنيجي يقول لي ازيل، طب ازيل الناس اللي موجوده دي، هل انا وفرت لهم مسكن بديل؟ هل انا هقدر استوعب الكلام ده كله؟ طيب بدا يبقى في نوع من التصالح، ان في ناس مش هيتحدد لها اماكن، اللي هي في نوع من التصالح. طب التصالح ده بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على السعر، سواء البيت ده على الشارع بيبقى له وضع تاني، سواء في قريه بيبقى له سعر تاني، سواء في مدينه بيبقى له سعر تاني، سواء في حاره صغيره بيبقى له سعر، فالاسعار متفاوته. فاصبح هنا في نوع من العوار الدستوري اللي موجود، ان احنا ما ينفعش ان انا مثلا اقدر مثلا للاستاذ اشرف بجنيه واجي اقدر مثلا الاستاذ شريهان في مكان تاني ب5 جنيه، فانا كده النهارده في حين الاثنين مصريين والاثنين طيب مقيمين داخل الدولة المصرية. طيب احنا عايزين نعرف هنا خطوات التصالح، وهل تقوم هنا المحليات بتنفيذ القانون كما يجب تنفيذه؟ يعني مثلا احنا عندنا دايما المحليات بتقوم بالتنفيذ وبتكون هي قرارها القاطع، لان علاقة الدولة بالمواطن هي المحليات. تمام. مفيش حد هنا بيتعامل خالص مع المواطن غير المحليات. تمام. هي الأقرب ليه. هل هي بتقوم بتنفيذ القانون ولا بيتم بطريقه؟ هو احنا عندنا في داخل الدوله المصريه عندنا سيل من التشريعات وسيل من القوانين، ثلاثي المفعول، ولكن عندنا نقطه وانا يعني عفوا انا بسميها الضعف في انفاذ هذا القانون. احنا النهارده اللي بيتم دلوقتي ده قرار تم تنفيذه، وفي قرار بيبقى يتم عن طريق لجنه، انت بتروح تقدم ورقه في المجلس المدني اللي هو الكيان الالكتروني اللي هو موجود، ده موجود هناك في قلب مجلس المدينه او الحي او المحافظة. بتقدم طلبه في خلال اسبوعين بيتبت فيه، بتقدم طبعا صور اوراق خاصه بيك وخاصه بالارض الملكيه او انت مثلا شاري شقه من فلان وهكذا، بتبدا يتاخد فيها الاجراءات وبيدفع جزء من قيمه التصالح، هو بيتم البت فيه في خلال 90 يوم او خلال 3 شهور كما هو الحال اللي موجود يعني. بتبدا تاخد الاجراءات بقى. طيب انا النهارده في بيوت او في عقارات بينفع انها مثلا يتم عليها تصالح، وفي عقارات ما ينفعش يتم عليها التصالح. طيب توضيحا برضو، لأن قانون التصالح
دخله يشمل حاجات كتير. تمام. يشمل الملكية الخاصة وأيضا أملاك الدولة. تمام. هناك مشكلة كبيرة جدا ويشتكي منها جميع قانتين القرى وخصوصا القرى الواقعة في حيز أملاك الدولة. تمام. بيوت مبنية من سنة 40 وسنة 30 بتدفع حق انتفاع أو إيجار بمعنى صح لأملاك الدولة، وأفاجئ النهاردة لما أروح أقنن بيقنني بنفس السعر بتاع الحديث. يعني في القرى، بعض القرى وصل تقنين سعر المتر 1000 جنيه. تمام. طب النهاردة سيادتك لما أنا يكون باني المواطن على 150 متر وعايش فيهم أبا عن جدا، يعني بيت من سنة 30 ليه 70-80 سنة، وفاجئ النهاردة أملاك الدولة بتطالبني ب 150 ألف جنيه، في حين كمان إن ظروف القرى وخصوصا في الصعيد والأرياف الحالة المادية الاقتصادية للمواطن لا تسمح بهذه الأسعار الخرافية المبالغ فيها. تمام. يعني أنت المواطن اللي عنده 150 متر و 200 متر ليه ما بتراعيش حالته الاجتماعية؟ البعد الاجتماعي للناس مش متراعي، هي لجنة بتحط تسعيرة قاعدة في البيت بتحاسبك بتقول لك قيمة المتر ماشي في البلد كذا، يا عم ده أنا مش هبيع، أنت بتحاسبني على السوق السوداء، ده بيت أنا عايش فيه من سنة، ليه 70 سنة، ده بيت عايش فيه أنا ورثته أبا عن جدا. النهارده والله عندنا في قرية قرى شرق النيل في محافظة بني سويف السعر 1000 جنيه في حين الجهاز المجتمعات العمرية وكامل الخدمات ب 1200 جنيه. تمام. بس هنا في قانون سيادة المستشار، في قانون بيقول إن أنت القضية بتسقط بعد 3 سنين، فاللي باني من 40 سنة و 30 سنة في قانون هنا بيقول إن هنا القضية دي تسقط، يعني ملوش حق إن هو يحصل الإزالة للعقار، وكمان القضية بتسقط بعد سنة. إحنا بس عايزين نفرق ما بين النقطة. قبل ما نروح مع المستشار معانا اتصال من الأليوبية. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت يا فندم، انا دلوقتي ماشيه في قانون التصالح. تمام يا فندم. مثلا مهندس جه عين البيت ولا عين الحته اللي انا فيها، والمطلوب ان انا ادفع من غير ما حد يجي يعاين، ينفع كده؟ شكرا، رسالتك وصلت يا حاج. يعني ما نعرفش هل محطوط فيه تسعيرة موحدة للتصالح؟ لا، هي ما فيش تسعيرة، ما فيش تسعيرة زي ما بقول لحضرتك. هو دلوقتي بيجي بيراعي مساحة الأرض. يعني مثلا النهاردة بيجي يحسبها إزاي؟ يعني مثلا أنا ببني عقار، العقار ده مثلا مساحته وليكن مثلا 200 متر، طيب أنا ببني إيه الدور الأرضي مثلا ده محلات، اللي بعد كده فيه اللي هو المتكرر وفيه الميزانين وبعد كده بدأ السكني. الأسعار بتختلف وتتفاوت في المبنى الواحد وفي العقار اللي موجود، سواء مساحته وموجود فين، حته في على شارع رئيسي او على مكان داخلي او في مدينه او في قريه، فهنا بتتفاوت. وده اللي احنا بنتكلم عليه، ان انا النهارده مش هحاسبك المدينه زي القريه، مش هحاسب اللي قاعد بيته على الشارع زي اللي جوه، دي قصه ودي قصه. طيب لما بيجي بيتكلم هو بيقول لك النهارده انت بتقدم لي ما يفيد، مثلا عندك ايصال ميه، ايصال كهرباء، عقد المكان، عقد الشقه، وبتجيني. طيب النهارده التصالح ده بيفيدني في ايه؟ احنا برضو التصالح ما هو لازم يكون فيه زي ما هو فيه ضرر على ناس كتير وخراب بيوت على ناس كتير، لا في برضو نقطه التصالح. انت النهارده لو حبيت تدخل كهرباء بتدخل كهرباء، لو حبيت تبني او في تعليه اصبح في ترخيص عندك. انت النهارده بتدفع التصالح ده في ترخيص، انت كانك بتشتري رخصه جديده. انت رحت دفعت زمان في الرخصه للموظف المرتشي في الحي ولا في مجلس المدينه ولا هنا ولا هنا، ورحت عملت مؤسسه كهرباء برضو بالرشاوي، رحت بتاع المايه بالرشاوي، رحت للمؤسسات بالرشاوي. لو بقى عند الحته دي انت هنا طلعت له عداد كهرباء، مين المسؤول؟ طلعت له عداد ميه، مين المسؤول؟ خلصت له خدماته كلها، ومين المسؤول؟ وبعد كده جاي تهد له بعد كام سنه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت خطا ومكانك لسه لحد الان انت ماشي غلط، وان انا ههد لك بناء على ايه؟ ما تحاسب الناس اللي طلعت ده، حاسب الناس اللي موجوده في المحليات وخرجت ده. الكودي ده ما بيرتبطش بالمبنى او بملكيه المبنى او دي حاجه ودي حاجه، ده عداد كودي حاليا دلوقتي. انا بتكلم عشان الناس اللي هو الممارسه، عشان الناس ما تضطرش. ماشي، انا بتكلم على عدادات الرئيسيه. في عدادات فعلا عدادات رئيسيه داخله ومخالفه. انت قبل ما تحاسب وقبل ما تهد المكان وتقول ازاله، لا انت راجع حساباتك الاول وشوف مين الغلطان من الدوله ومين اللي متعينين في الدوله ومين موظفين الدوله، ونرجع نحاسب الشخص. لا ده في نقطه ثانيه، في نقطه ثانيه كمان يا استاذ شريان. انت حضرتك النهارده الشقه دي انت عملتي الكلام ده بالمخالفه وجيتي بعت الشقه دي للاستاذ اشرف. مين بقى استاذ اشرف يشيل المشاريب او يحاسب على سؤال هنا؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الطرف الثاني؟ سؤال بيخلينا نروح لسؤال
طيب مين اللي مأمور بيه ان هو يدفع التصالح، قيمة التصالح؟ أنا هل مالك العقار أم المشتري؟ لا لا، اللي هو المفروض حاليا مالك العقار هو اللي بيحاسب، بس طبعا انت النهارده هتجيبه منين؟ هتجيبه منين؟ آه. فانت مضطر انت تدفع وبعدين تبقى في موضوع حاجة اسمها الكحول. لا لا لا، اه الكحول او بتاع اللي بيجي يشيل المشاريع. انا عاوز اقول بس نقطة تانية، انا النهارده لما باجي اعمل الكلام ده كله، احنا قلنا يا بهوات يا اساتذة يا ناس المنوط بها التقنين اللي موجود داخل مجلس النواب، هذا القانون به عوار دستوري، هذا القانون مخالف للدستور ومخالف لجميع الاعراف والقوانين اللي موجوده، ازاي يصدر حد ده؟ اتسلق ده، قانون اتسلق، عايزين نلم قرشين؟ انا مش عارف، هل احنا عاوزين نتكلم في 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 قانون؟ انا النهارده دوري ان انا احافظ على الشعب الموجود ده. طب انا النهارده انا جبت الراجل ده مش قادر يتصالح وجيت هديت له بيته، هقعده فين بعد كده؟ هسكنه فين؟ طبعا انا بترجعني برضو، اذا كان من اذا كان منوط بالدوله الحفاظ على ارضها او ممتلكاتها، ايضا منوط بالدولة الحفاظ على أمن وسلامة طبعًا المواطن طبعًا. لأن أمن وسلامة المواطن هو حق دستوري يكفله على مادة الدولة. مادة 63 آه بتتكلم على الحياة الآمنة، آه إن الدولة تكفل طبعًا. من ده من مبادئ الديمقراطية إن الدولة تكفل المأكل والمشرب والمسكن للمواطن. تمام. أنت النهاردة بتدي لي زي ما رزقت، أنت بتدي لي، هل وفرت لي بديل؟ هو ده اللي احنا قلناه. طب انا عايز اتكلم بقى في نقطه تانية مع البديل. دلوقتي معظم الناس اللي في المحافظات بانيه على الاراضي الزراعيه ليه حيثما تدخل كرادون مباني. طب ما دخلتش واحنا موقفين ده من سنه 2009. تمام. واقف التصريح، مفيش كردون، مفيش كردون مباني. فالناس دي يعني الاراضي الزراعيه دي مش يعني معلش عذرا هي مش جايه على الدوله. تمام. يعني ما مش معارضه بس مع بس دي بتخالف طبعا التنظيمات. احنا دلوقتي طيب لازم احافظ على الرقعه الزراعيه. طبعا اكيد انا هحافظ على الرقعه الزراعيه. انا عندي بس سؤال، انا مش ضد القانون ولا ضد تنفيذه، لكن انا ضد ان انت تعمل يعني تفرق ما بين شخصين. انا عندي خمسه سته موجودين مخالفين على نفس الارض الزراعيه، بتهد الواحد وسايب خمسه ليه؟ بتهد الخمسه وسايب واحد ليه؟ عشان الواحد ده ما دفعش. قول لي بقى. ايوه معلش، انا هنا انا هنا عايز اسال السؤال ده. انت انا مش انا اللي بقول ان انت بترتعش، بس العقل والمنطق وكل حاجه في الدنيا بتقول انت هديت الخمسه سايب ده ليه؟ ما هو نفس الموضوع، احنا اللي عايزين نهد الخمسه ولا العدل هنا لازم يكون موجود في الكل. نهد الخمسه معالي المستشار، يعني حضرتك بالنسبه يعني ايه اللي المفروض الدوله تعمله بالنسبه للاجراءات عشان نخفف الحده؟ الناس فعلا في احتقان، في احتقان. عايزين نتكلم بس في نقطه استاذ اشرف، خصوصا البهوات بياخدوا قرارات هم في المكاتب ويعلوا كمان في اسعار البيع والتقنين وما بينزلوش. احنا عايزين بس لما نقول احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله، عندنا فساد متراكم، عندنا فساد متراكم هو اللي ادى اليه. انا عاوز اقول بس للدوله موجز بسيط او قصه بسيطه حوالين الناس اللي كانت بتبني ايام ما كانت الدوله رخوه كما يقال. كان في فتره اللي الدوله كانت فيها رخوه، ما كانش في حد الا كان بيبني سواء في هنا او بيعلي او بيعمل عمارات او ما الى ذلك. الناس دي يعني يمكن اللي انا هقوله ده يمكن مفاجاه، الناس دي هي اللي وقفت جنب الدوله. بمعنى ايه وقفت جنب الدوله؟ الناس دي كانت بتبني، كان في حد بياكل وبيشرب، بتوع المباني والحياه كان في حركه، الاقتصاد كان شغال. الناس دي لو ما كانت العمليه دي كانت واقفه كانت هتصبح مشكله على الدوله، على الاقتصاد بتاعها، فكان في مشكله. فانا النهارده لازم اراعي النقطه دي بالذات، يعني في نقطه لازم تتراعى. يعني ايه الناس دي كانت واقفه؟ الناس دي كانت واقفه جنب الدوله، اللي كان بيبني كان مخالف وما الى ذلك، كان بيشغل المباني شغاله، المحاره شغاله، السباكه شغاله، الكهرباء شغاله، الدنيا شغاله، وعجله الحياه كانت ماشيه. دي واحده معلش، العجله كانت ماشيه وشغاله. انما النهارده لما اجي اقنن، احنا مع التقنين، ما بنقولش لا ما تهدش واجي اتصالح، ما فيش مشاكل، بس يبقى في تصالح يبقى ايه رسمي. ما ينفعش تقول لي اللي هو من قبل 2008 او من 2008 وانت جاي، لا ما ينفعش. القانون نفسه اي عقوبه او اي مخالفه بتسقط بمضي المده. ما ينفعش النهارده تيجي انت هتنشئ قانون يبقى من النهارده، يبقى من دلوقتي اقول من سنتين ثلاثه حاسب الناس اللي هي في الكلام ده، انما اجي اراجع من 2008 اقول الكلام ده ما ينفعش. هو فعلا قالوا كل من قبل 2018 لازم يصدر قرار بكده. لا لا لا، لازم ما يصدرش قرار، لازم يصدر قرار كده. القانون ده لازم يبقى فيه الحق له عشان نضيف المواد دي كلها. ده بالاضافه لايه بقى؟ النهارده لازم اجيب بقى لو انا عاوز احاسب المواطن وهديله من 2008، لا يا عم انا معاك مفيش مشاكل، بس هات بقى كل رئيس مدينه كان موجود، كل موظف كان موجود عن الاداره الهندسيه، عن التراخيص، اجيب الناس دي كل اللي كان موجود يتحاسبوا قبل الهد. طيب معانا اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم مع حضرتك. تحياتي لحضراتكم، وانا بشكر أهلا الزوائل أستاذ أشرف. على منطقه وعلى موضوعيته في الرد. بس انا عايز اقول حاجه، يعني احنا مش المفروض ان احنا نقول هاتوا المسؤول وهاتوا المسؤول وهاتوا المسؤول، والمواطن اللي اشترى هو شريك، المواطن اللي بنى هو شريك. طبعا فعايزين نحاسب الكل، نحاسب المسؤول الفاسد، وبرضه المحليات مش كلها فاسده. يعني مع احترامي لاحظوا ان احنا مش مع التعميم، احنا مش مع التعميم، مش مع التعميم. لا ايوه الله يكرمك. لا مش مع التعميم، مش مع الله يكرمك. تمام. الخير فيه وفي امته الى ان تقوم الساعه. لازم المواطن اللي شارك هذا الفساد لو هو راشي زي ما هنحاسب المرتشي، حاسب الراشي اللي هو بنى. طبعا الاثنين طبعا. وائل بي قال ان الناس دي وقفت مع الدوله. وائل بي الناس اللي بنت في الوقت ده، بنت زي ما حضرتك بتقول العماره اللي ما بتاخدش غير ثلاث ادوار، بنى عليها 9 و10 و11، ده ما وقفش مع الدوله، ده بيهد في البنيه التحتيه، ده في البيت اللي جنبيه على طول بتلاقي شروح حصلت من ده. انا بتكلم كمتخصص، يعني مش هقدر اصح عن شخصيتي على التلفزيون، ولكن انا بكلمك في تخصص. تمام. كل المخالفات اللي موجوده دلوقتي اللي من قبل 2008، وزي ما حضرتك استاذ اشرف بتقول من الستينات، لا ده خلاص، ده هو اتقنن بحكم الوقت والتاريخ. ده مش ما يا حضرتك ده. حضرتك يا باشمهندس اشرف اللي ليه 60 سنه النهارده بحاسبه، باجي النهارده احاسبه بسعر السوق، راجل ليه 70 80 سنه في بيته. اللي على املاك الدوله ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم بكلمك احنا معانا استغاثات كتيره بالنسبه للموضوع ده، وخصوصا في صعيد مصر والحاله الاقتصاديه في الصعيد. حضرتك الجميع يعلم النهارده مساحه بيت متر 100 متر ولا 200 متر، اقول له 200,000، هو ما يعني فلاح بسيط، هو لا يملك 10,000 جنيه في بيته. يعني هي الفكره ان احنا يملك يا استاذ. لا يا فندم، لا في ناس تحت خط الفقر يا فندم، مش الكل يعني، في ناس تحت خط الفقر. التصالح على بيتقسط على 3 سنين، وفي مقوله بتقول ان مجلس النواب عايز يخليها اكتر. يعني انت الشقه اللي هي في شارع حوالي 10 متر، ده المتر في المدينه كمان مش في القريه، المتر بيتصالح ب 216 جنيه. يعني انت بتتكلم الشقه اللي هي 100 متر بتدفع حوالي 20,000 جنيه على 3 سنين. انا اسف ان انا اخذت من وقتكم. يا تمام، احنا مع حضرتك. مع قانون التصالح، قانون التصالح في حاجه، التصالح على البناء المخالف ده وضع، التصالح والبيع ده وضع تاني. انا قلت كده من البدايه ان قانون التصالح بيشمل حاجات كتيره. بشكر حضرتك، احنا مع الدوله، المخالف تمام يتقنن وضعه. لكن انا ليا راي في موضوع التسع ادوار، اللي واخد ترخيص بتسع ادوار بثلاث ادوار وبنى تسع ادوار. انت بنيت، الدوله بدل ما تهد، لا قدر المبنى اللي هو من بعد الثالث، والدوله تعتبر شريك فيه. يا استاذ، ما هو بيبني وبيبيعوا. يا استاذ اشرف، في حاجه انتوا يا جماعه مش يا استاذ اشرف، الموضوع مش بيع وشراء وفلوس يا جماعه. هنا الاستاذ اللي كان متصل، الاستاذ باشمهندس اشرف لسه متصل بيتكلم على التخصص بتاعي. هي العماره ما تشيلش غير 3 4 ادوار، تبني لي عليها 9، انت كده ما وقفتش معايا ان انت بتحل حاله سكانيه، انت كده هتهدمها كلها. تمام. على راس الناس اللي ساكنين، فانت كده مش بتخدمني ولا بتخدم الدوله. ان في الحاله اللي كان فيها ركود بسبب كورونا، ماشي على عيني وعلى راسي ان الناس دي كانت شغاله، واكتر مجال كان شغال مجال المقاولات، والناس كانت بتاكل عيش، وقلنا الناس شغاله وطبقه كبيره من الحرفيين والناس العمال والناس الماليين. معانا الحاج محمد نصر. طيب ناخد اتصال تاني. معانا الحاج محمد نصر. السلام عليكم يا فندم. الو. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج. الو يا فندم. اتفضل يا فندم. احنا نشكر سيادتكم على الايضاحات والحاجات اللي بتقولوها دي جيده جدا، بس نرجو من سيادتكم تخفيض بس سعر المتر. انا عندي جايبني 108. انت محافظه ايه يا حاج محمد؟ 400. حضرتك محافظه ايه؟ اسماعيليه. اسماعيليه يا فندم. الاسماعيليه. تمام. فجايبني 460، ده كتير حرام. يعني انا هدفع، مش هقول لا. طيب انت، احنا بنطالب بقى بان يتم دراسه الحالات اللي زي كده مع المستشار، ويتم دراستها ميدانيا، وشوف ظروف الحاله ايه. ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. محتاج مراجعه. القانون محتاج مراجعه، مش لاشخاص يا سياده المستشار. القانون محتاج مراجعه على مستوى الجمهوريه كلها، لكل محافظه، وكل محافظه هل هو قادر كمحافظه دي بتقنيه او الرقم اللي هيدفع لاسعار المتر فيه. طيب. هل هو متطابق مع شغل الناس؟ يبدو ان
طيب نكمل مع حضرتك، اتفضلي يا استاذ. هل ده ينفع نطبق القاهره زي الجيزه زي البحيره زي اسكندريه زي اسماعيليه زي الصعيد، في مكان يا جماعه الناس فيه زراعيين، الناس فيه بيشتغلوا باليوميه، ما يقدرش يجمع المبلغ اللي واحد تاني شغال في مهنه، اللي واحد تاني شغال حرفي، في مكان للحرفيين؟ معانا الاستاذ حنفي سيف من المملكه، يبدو ان الحلقه طبعا موضوع مهم. معانا الاستاذ حنفي سيف من المملكه العربيه السعوديه، اهلا بحضرتك يا فندم. الو 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 يا فندم، استاذ حنفي مساء الخير يا استاذ حنفي. الاتصال انقطع. نعاود الاتصال فيما بعد، اتفضلي. فدلوقتي احنا عايزين من حضرتك كرجل قانون تقول لنا ايه هو المطلوب من الدوله لمراجعه القانون، ان احنا نعيد الحسبه من اول وجديد في كل المحافظات بالنسبه لسعر المتر. اولا احنا عايزين نقول طيب قبل ما نروح لحضرتك، يبدو ان احنا هناخد الحلقه كلها اتصالات. معانا الاستاذ حنفي، مساء الخير يا فندم. البرنامج. الو، السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. الو يا باشا. ايوه معاك يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا باشا، انتوا الكرتون مش بتحدوه علينا ليه؟ بدل ما ندفع غرامات وتحددوا لنا وتدونا تصريحات للمباني. احنا بنتكلم في الموضوع ده يا حاج، احنا بنتكلم في الموضوع ان من 2009 الكورديون واقف، وان احنا بنطالب الدوله بفتح الكورديون. احنا فعلا اتكلمنا في النقطة دي. واحد مش باني على ملاك الدولة، وباني في ارض ابوه وامه وسيده وجده. باني على ارض زراعية يا استاذ حنفي، باني على ارض زراعية، واحنا الارض الزراعية ما ينفعش ان احنا كلها لو سبناها او الدولة سابتها ككل يبقى كل الناس هتحول الارض الزراعية لارض مباني، وده شرعا وقانونا حرام، ما ينفعش. طيب بشكر حضرتك، احنا بنناقش الموضوع ده يا استاذ حنفي، وان شاء الله احنا بنعرض يا حاج حنفي. طيب نرجع تاني لسيادة المستشار، احنا معانا الوقت دقيقتين، مخرج بيقول الحلقة دي المفروض تبقى ساعة، لكن وقتنا للأسف. طيب احنا عايزين بس نؤكد على نقطة واحدة، ان احنا لازم يبقى في نوع من التقنين داخل المكان وداخل الحيز العمراني، ولازم يبقى في تصوير جوي اللي هو كان معمول بيه في قبل 2009 لازم يتطبق، هو ده اللي احنا عايزين نطبقه. اما النهارده لما اجي اقول المواطن، لا، هو المواطن عليه شق والدولة عليها شق طبعا، ولابد من تيسير الاوضاع، ولابد من ان احنا نتفهم طبيعة المواطن المصري. احنا ما احناش في عهد جباية، احنا في عهد ديمقراطية وفي عهد مؤسسات وعهد دولة محترمة، فاحنا عايزين نواكب الموضوع ده، وفي عهد رئيس مهتم بشعبه طبعا طبعا طبعا، دي وعايز يعمل كل اي حاجة. عايزين بس نحاول نقول يا جماعة ان لما يبقى في قرار خطأ ما يتعالج بطريقه صح، ما يتعالجش بقرار خطأ. فما ينفعش الكلام ده، وما نطبقش اللي في المدينه على اللي في الريف. ما هو ده هو ده المشكله. لا هو ده معمول بيه، ده معمول بيه، بس انا بتكلم في نقطه ثانيه. انت النهارده لما تيجي تقول لي داخل المدينه يبقى كله بيتساوى مع بعضه، داخل القريه يبقى كله بيتساوى مع بعضه، مش هجيب القاهره، مش هجيب مثلا مصر الجديده زي مثلا. لا احنا عايزين نراعي برضو الحالات الاجتماعيه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني احنا بنقول الكلام ده كله، بس عايزين الناس تلتزم ويبقى في نوع من الالتزام. التصالح ده هيفيدك حاليا في الوقت الحالي ان انت تقدر تبني. سؤال الناس هتهتم بيه جدا يا سياده المستشار، هل لو العقار ملوش قضيه ولا ليه قضيه مفتوحه اصلا، هل يتم هدمه؟ لا، بس انت من حقك انت تروح تصالح على حسب الوضع نفسه من 2008 ولا بعد 2008، لكن ما يتمش هدمه، لازم بناء على الهدم يكون في طالما ما فيش حكم بقضاء نهائي. طالما ما فيش محاضر معموله، ما حدش هيجي ناحيه البيت، ما فيش حد هيجي خالص. طبعا استاذه وقتنا للاسف، مخرجنا بيبلغنا ان الوقت خلص. طبعا بشكرك زميلتي العزيزه، واحنا المفروض الحلقه كانت تبقى ساعه. مع المستشار دايما لقاءاتك معانا مثمره، دايما بنستفيد من حضرتك. اعزائي المشاهدين، للاسف الوقت خلص، وقتنا كان ضيق، لكن ان شاء الله احنا مستمرين في مناقشه موضوع التصالح، وان شاء الله يبقى لينا حلقات تاني ويكون معانا معالي المستشار. في نهايه الحلقه دايما برنامج همسه مواطن متواصل معاكم ينقل نبض الشارع المصري. في النهايه اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.